السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين والمصطفى، على صحابته الكرام وبيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوته الكرام أحمد إلى قول المسلم بعثت أنا والساعة هاتين. أسرع أسرع يا أحمد، ومر مر مر بسرعة. قال ويشير بإصبعيه فيمد بهما. وقال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت والساعة كهاتين. قال رحمه الله بن خلف الباب قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين مالي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، قال يعني إصبعيه. قال تابعه إسرائيل عن أبي حصين. جزاك الله خير. هنا في الأصل قال ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. أصله قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه فيها دلالة على قرب الساعة. أصلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارب بين الوسطى وبين أين التي تليها من السبابة أو المسبحة والوسطى هكذا. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وهي أكثر من رواية فيها يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة من علامات الساعة، وأنه بأبي هو أمي بداية الأمر، يعني يبدأ من عنده. والحقيقة بأنه اليوم عند الله تعالى بخمسين ألف سنة جاء، وجاء أيضا بسنة بأكثر من آية، يدبر الأمر من السماء الأرض وما رجاء في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نعم، وفي سورة المعارج خمسين ألف سنة، فالعلماء يقولون خمسين ألف سنة يوم الحساب كخمسين ألف سنة، واليوم بألف سنة بما يصعد به الملائكة ويعرج عند ربنا جل في علاه. قال الله تعالى وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ورد في رواية سعد بن أبي وقاص لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم. والحقيقة كما قلت مسألة الساعة لها أداب. أولا أن الساعة لا يعلم يعني وقت الساعة أحد بحال، لا أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم متى الساعة. ولذلك حديث جبريل الطويل قال جبريل قال فأخبرني عن الساعة متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. وأيضا قد قال تعالى يسألونك عن الساعة أين مرساها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها إنما الساعة إلى ربك الذي فعلها. وقال أيضا يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أن تأتيكم إلا بغتة. ولذلك علم الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما أحد يعلم متى الساعة. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولكني أنبئك بأمراتها، يعني أنا لا أنبئك بالساعة لكن أنبئك بأمرات الساعة. فبين له الحفاة العراة يتطولون في البنيان، وبين له أيضا من علامات الساعة أن الأمة تلد ربها أو ربتها. وأيضا في هذا الباب بين أن آخر العلامات يعني ظهورا لتبدأ العلامات الكبرى إرهاصات للكبرى أو هي من الكبرى، لكن عند التقييم الصحيح أنها من الكبرى، أنها بداية الكبرى خروج الدجال، وبعد ذلك نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه العلم للساعة عالم للساعة، وهي قراءة شاذة ليست قراءة صحيحة. أصحاب القراءة يبينوا لنا ذلك، وأنه العلم للساعة وقراءة، وأنه لعالم للساعة. وهذه القراءة على ما أذكره الآن أنها قراءة شاذة، والأعلم مني بالقراءات يؤكد لي في ذلك أو لا يؤكد رجاء في هذا الباب. فعيسى بن مريم أيضا من علامات الساعة من نزول الساعة، ينزل عيسى بن مريم رضي الله عنه على جناح ملك ويرى أن الصوف قد استوت واصطفت وصلى المهدي، أراد أن يدخل يصلي فنظر فوجد عيسى عليه السلام بوصفه المعلوم، فعلم أنه هو نعم شهادة الحمد لله عنده قراءات، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء الحمد لله.
اشكر تزدد رضي الله عنك. اشكر تزدد. اي نعم يقرأ شاذ كما اكد لي. الغرض المقصود عيسى السلام ذا عجل الملك ثم يقول له تقدم يا روح الله، يعني روح خلقها الله تعالى فعلا تخصيصا. فقال له لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم أنتم، وهذا تكريم الله تعالى لهذه الأمة. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، تكريم الله تعالى له. قال لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، وهذاك من الله دل في علاه، يعني بيان في العلامات التي يقرب منها انتهاء الدنيا بأسرها. ثم بعد ذلك يأتي عيسى عليه السلام، يعني أنفاسه إن اشتمها هذا الخبيث الدجال ينمع كما ينمع الملح في الماء، فيقتله عيسى بن مريم عليه السلام. ولأنه بعدما يعني كان صلى المهدي بعد الهرمة جدا، بعد المقتلة العظيمة التي تحدث بين المسلمين والمؤمنين. شوف انظر هنا بقى الولاء والبراء، شرزمة من أهل الإيمان يقاتلون يعني مع أهل الكفران فينتصرون، فيقوم من أهل الكفران يقول انتصر الصليب، كيف للمسلمين يجعل لكافر عليه يد، كيف يؤذي وهو يسب الله ليل نهار، كيف يتعاون معه وهو يؤذي مسلم ويعني يريد هدم الدين بهذا لورق. ويقول لا هذا الورق هذا أصلا خائن لله وخائن لرسوله وخائن لدينه، هذه خيانة لله ولرسوله وللدين. المسألة عظيمة جدا خطيرة، ليس كما ينظر بعضهم أن المسألة مسألة مال درهم ودينار، أبدا. الله أكبر. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام قبلها يقاتلون، فيقول رجل يرفع الصليب، يقول انتصر الصليب. بعض يعني هو عاصي، هو معهم عاصي، لكن أيضا دينه ما زال في قلبي، فينتفض وهذه توبة منه، فينتفض فيقوم فيقتله، كيف يرفع الصليب. ثم ينحازون إلى أهل الإسلام الخلص، فيأتون هؤلاء تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 من الجنود. قالوا لا نريد نقاتلكم، نريد الذين قتلوا منا فقط نقاتلهم. فشوف بقى الخلص ايش يقولون، المسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يظلمه، كيف يسلم المسلم، ده المسلم لا يسلم مسلما لغايه لاخر فاسق فاجر يعني ظالم طاغي، فكيف يسلم المسلم للكافر. فقالوا لا اخواننا، فيقاتلونهم، فيشترطون شرطة، ثم يشترطون شرطة وتتفانى الشرطة مما يشترطون شرطة، ثم ينزلون جميعا فيقتلونهم، ثم يصرخ الصارخ ويقول أدركوا ذراريكم الدجال على الأبواب. يقول إذا مسخت الفطر كالحمير أجلك الله شيخ، لا تسأل حين أنواع البراء، لا عز إلا بالإسلام والطاعة، ولا عز إلا به بأن يرى المرء نفسه لله جل في علاه. ما يمكن للإنسان أن يقترب من عز ولا أن يرى نفسه رجلا إلا أن ينسلخ من الكفر أهل الكفر أو من المعاصي وأيضا من الفسق والفجور، ويرى نفسه يقترب إلى الله جل في علاه. غرض المقصود فإنه بعدما يصرخ فيه الصارخ على الدجال، والدجال يأتي بفتنة أعظم مما تكون، بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا في غنى مطغيان أو فخر منسيان أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فعيسى يقتل الدجال ثم يخرج بعد ذلك الفجيعة الكبرى، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج لا أحد يقوى عليهم، هم من بني البشر. أما الحديثة جاءت أذنه أطول من بحر الأحمر ويده كذا، هم من بني آدم أصلا، لكن لهم قوة ليست هناك قوة مثل هذه القوة. وأنا أقسم بالله العظيم بطريقة يعني سبحان الله، الدين زينة في كل إنسان، قيمة المرء قيمة الدين، حسب ما كانت ديانته وحسب ما كانت أخلاقه هنا تعرف قيمته، إن كان ذهبا أو بهرجا. الغرض المقصود شوف هم يقفون مع عيسى عليه السلام ويجمع يخرجون عليهم بهذا الباب. نعم العلاقة هنا علاقة وطيدة. شهادة يقول ما علاقة حديث كتاب الرقاق، تعلم ما شهادة لما يعلم أنه قد اقترب أجله ودنت الدنيا إلى الأفول، وأنهم سيمثلون أمام الله جل في علاه، فيحدثهم عن كل صغير وكبير ويسأله ما فعلت فيما خلقتك له، فهنا يعني يرتجف القلب
وتهتز الأركان وتدمع العين، فيعلم أنه قد اقترب، وأنه ليس بينه وبين الله ترجمان، وأن الله سيقرره بما فعل من صغير وكبير ودقيق وجليل، وهو أمام الله جل وعلا إما فضيحة كبرى يعقد لكل غادر لواء إلى يوم القيامة، وأيضا فيها أنه ينظر أيمن منه لا يجد إلا مقدم، ينظر أشم منه لا يجد إلا النار، والنار تلظى، والنار تنادي، النار تنادي فتقول هل من مزيد، وإذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فيخشى على نفسه فيسارع في الخيرات بعد الخيرات والصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات. لو تعلمون كيف يحترق المرء، يخشى أنه يقرر عنه أن يقال خذوه إلى نار جهنم، فيرق قلبه من ذلك فيسارع في الطيبات. الغرض المقصود يأجوج مأجوج لا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلى عيسى إني أخرجت عبادا لا يدانين لا قوة لأحد بهم، فيأمر أن ينزاح بالخلص المؤمن الخلص معه إلى جبل الطور، فيرفع عيسى عليه السلام ببركة الدعاء ودعاء المؤمنين فيهلك الله يأجوج. هم يشربون ماء أولهم يشرب ماء طبرية بأس، يقول هنا كان في ماء آخرهم يقول ذلك، يعني يأتون على أخضر اليابس حتى أنهم يرفعون النشابة إلى السماء فتنزل لهم بدم فتنة، يقولون قتلنا أهل الأرض وسعقنا أهل السلام السماء، ثم الله تعالى يهلكهم ويعيش بعد ذلك الناس في مأمن وفي رغد العيش حتى تأتي ريح تقبض كل المؤمنين ولا يبقى على الأرض أحد يقول الله 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 يثبتنا على الحق، ونسأل الله أن يقبضنا مسلمين، ونعوذ بالله أن نمسخ، ونعوذ بالله أن تبدل الفطر، ونعوذ بالله من الجرأة على الله والجرأة على الدين. يغفر الله لنا وللجميع، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الفوائد تأتي إن شاء الله بعد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.